السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. تدل رؤية الجوال في المنام على تبدل الأحوال والتغييرات الجذرية في حياة الرأي، وقد يدل حلم الموبايل على سهولة نيل المقاصد والرغبات. فيما يقول المفسرون المعاصرون أن رؤية الجوال في المنام بشارة خير إن كان حديثا أو جديدا، ويدل على البشائر بالتواصل مع الآخرين. فيما قال مفسر الأحلام أن الجوال القديم في المنام دليل على العلاقات القديمة، وقد يدل على الفقر وضيق المعيشة، وحلم الهاتف الجديد يدل على تحسن الأحوال والترقية في العلاقات والمناصب. ويقال أن شراء جوال في المنام يدل على السعي للتغيير والوصول إلى الأهداف. فيما تفسير رؤية بيع الجوال في المنام دليل على الفقر وسوء الأحوال القادمة. وقال مفسر الأحلام أن ضياع الجوال في المنام يدل على الحاجة للنصيحة والمشورة. ويقال أيضا أن تحطيم الجوال في المنام يدل على خسارة الأموال والفشل في مقابلات الأعمال. وقال المفسرون أن إصلاح الجوال في المنام يدل على تيسير الأمور بعد تعسرها، وتدل رؤية الجوال في المنام للفتاة العزباء على تبدل أحوالها وتحسنها إلى الأفضل إن شاء الله. فيما رؤية الجوال في المنام للمرأة المتزوجة دليل على التغييرات والتقلبات في حياتها وربما الانتقال لمنزل آخر. فيما حلم الجوال أو الموبايل الأسود دليل على سماع الأخبار المزعجة. ويقول جميع المفسرون أن الجوال يرن بالتذكير بأمور منسية أو مواعيد ضرورية، وتصفح الجوال في المنام دليل على محاولة استكشاف أخبار الآخرين. فيما يقول أحد المفسرين المعروفون أن الجوال أو نور جوال في المنام يدل على الخروج من الشدائد والصعوبات، وحلم غطاء جوال أو الكفر للموبايل في المنام يدل على الحفظ يدل على حفظ المال والنعم من الكساد والزوال، وتفسير سماع الجوال في المنام دليل على الأخبار والأنباء بخيرها وشرها. ويقال مفسر الأحلام معاصر أن شحن الجوال في المنام يرمز لوجود من يمكن الاعتماد عليه واستمداد القوة منه في حياة الرأي. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.